في نبأ منذ قليل عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بالإسكندرية لاستعراض خطط تطوير محور المحمودية. يعد محور المحمودية واحد من المشروعات التي صدق عليها السيد الرئيس خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية في الشهر الماضي. هذا المشروع يساهم في توفير شريان مروري رئيس جديد بالإسكندرية، وده حيساعد على تخفيف الكثافات المرورية هناك، فضلا أيضا على أنه سوف يقضي على مظاهر الإهمال التي تعاني منها ترعة المحمودية على مدى السنوات الماضية.